السلام عليكم. اليوم قدمنا واحد العملية اللي هي عملية وطنية بامتياز، يعني من الضروري أننا نشاركوا في هذه المحطات الانتخابية، خاصة أن البلاد ديالنا مقبلة على مجموعة من التقدمات ومجموعة من التغيرات اللي من الضروري أن الشباب يكون عضو فاعل داخل المنظومة السياسية، سواء بالمشاركة في اللوائح الانتخابية أو بالمشاركة أثناء عملية التصويت. حيت شحال قدنا اننا نقاطعوا، شحال قدنا اننا نبعدوا، شحال قدنا اننا ما نصوتوش، دائما نفس المعطى كتلقى. ورا الخطابات الملكيه الاخيره دائما كتنص على اننا من الضروري اننا نجيدوا الاختيار ديال الاعضاء اللي غيمثلونا، سواء في الجماعات او في الجهه او في البرلمان ايضا. لذلك هذه دعوه لجميع الشباب باش ينخرطوا في العمليه الانتخابيه، واننا نساهموا ولو ببصمه في التغيير ديال المنظومه السياسيه في الوطن ديالنا. جيت نادي الواجب ديالي واختارت المرشح، باقي صغير وقاري وعندو الازازه، قاري واعي، ما ربنا غايدير شي حاجه، فهمتي؟ ودري ولد الشعب، علاش اختاريته؟ ما كاين لا هادي ولا هاديك. صافي، انا جيت اليوم هنايا باش نادي الواجب ديالي كمواطن. ترشحت على السيد اللي في اللائحه ديالي اللي عجبني انايا، ترشحت عليه وهو ثقه صراحه، حيت ديجا كان قبل بعدا واحد دابا شي جوج ديال الولايات دابا اللي داو، هذه الثالثه كان ترشح فيها بلاصه اخرى، ولكن المهم حنا كنتعاونوا مع داك السيد. هادشي اللي كاين، وتبارك الله عليكم وشكرا. جيت ننتخب على الانسان المناسب لينا حنايا واللي يوقف معنا، وشي واحد يكون مزيان ويتعوض معنا في اي حاجه اللي مناسب لينا. تنختاروا حتى حنايا السيد المناسب لينا حنايا واللي يوقف معنا حتى حنايا، راه في السبيطار وفي الحاجه اللي مناسبه لينا حنايا وداك الشيء اللي تنحتاجو، يوقف معنا في اي حاجه. الانسان راه بنادم راه ضعيف، بغينا ينقيو لينا البلاد ويشوفوا الناس شنو خاصها، واللي ما خدامين شا وليدي اللي باغي الخدمه وباغي سميتو يدير لنا شي حاجه مزيانه، يوقف معنا في اي حاجه مزيانه. هي باش نأدي الواجب الوطني ديالي، وما يمكنش ليا نتخلى على هذه المرحله هذه الحساسه اللي كيعيشها المغرب، ما نشاركش. عدم المشاركه كتبين ليا بانك بحال كتخلى على اي واجب، وكتقول ما عندك سوق، ومن بعد كتبدا تنتقد، ولهذا اللي بغى ينتقد خصو يشارك. عاده كان من زمان كنصوت على الحزب، رغم الانتقادات ديالي ليه، رغم انه كاين واحد المجموعه ديال المواقف ديالو اللي ما كتعجبنيش، ومع ذلك كنلتزم انني دائما كنصوت ليه. انا اليوم جيت لمكتب التصويت باش نقوم بواحد الواجب وطني كجميع المغاربه، نختار المرشحين ديالنا اللي غادي يكونوا على قد المسؤوليه اللي غادي نحملوهم، باش نزيدوا بهاد البلاد شويه قدام، والمرشحين كافه خاصهم يكونوا قد المسؤوليه. قريت على حساب كل واحد وكيفاش قدم البرنامج الانتخابي ديالو، وانا شفت البرنامج المناسب ليا وقمت بالتصويت. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.